عسلامة. أنا البارح نشرت فيديو معناها شافوها برشا وعلقوا عليها برشا وتفاعلوا معها برشا تحت عنوان كرونيكولات الخبز المرة. تحدثت فيها على موضوع اللي جاء على لسان رئيس الدولة اللي قال معناها فماش خبراء براتيكمون سي سكي لادي، معناها فما كان هو خبير واحنا ماناش فاهمين حتى شيء، وخبراء نتاعنا يخلطوا خاصة لما يتحدثوا على افلاس الدولة. انا تعقيبا على الكلام هذايا وبالاستناد على برنامج ليميسيون امبوسيبل نتاع البارح اللي نشطها صديقنا برهان بسيس واللي تكلم فيها مراد الزغيدي، وعلى اثر معناها تدخل مراد الزغيدي انا تحدثت في الفيديو على مساله افلاس الدوله هذا، وهل ان الخبراء نتاعنا يخرجوا لما يتحدثوا عن افلاس الدوله ولا لا. سي مراد ماهوش على نفس الراي معايا، ودايور بعد ليميسيون وبعد الفيديو اللي عملتها انا تواصلت مع مراد والسجال قعد ما بيناتنا في اطار الاحترام وفما حتى اشكال. اليوم رجعوا على الموضوع في الـ في الـ في الحصه نتاع اليوم نهار ثلاثه، واشاروا الى بعض المعطيات نحب نعلق عليها، ديما في اطار الصدر الرحب وما فما حتى اشكال. يعني انا سواء مراد زغيدي او برهان بسيس ما عنديش معاهم اشكاليات معناها شخصيه او امور نتاع فاغينا او شيء من هذا القبيل، بالعكس فهمتني اصدقائي نعتبرهم و ما فما حتى اشكال، لكن انا في موقفي وهما في مواقفهم، وموقفي ومواقفهم ما همش مش ماشيين مع بعض، خاصه مع مراد في موضوع افلاس الدوله اللي رجع عليه اليوم. اولا هو اعتبر انه انا لاني انا ناشط سياسي مستقل، انا ناشط سياسي مستقل في الفتره هذه التاريخيه من او المرحله في المرحله هذه من تاريخ تونس اخترت هذا الناشط السياسي، مش معناها مستقل ما عندوش مواقف تجاه الاحزاب وتجاه الفاعلين السياسيين، لا بالعكس، ما دام هو سياسي لازم يكون عنده، فهمتني. انا ريت انه الفتره هذه استوجب عليه اني نساند عبير موسي، وانا اعلنت عن مساندتي لعبير موسي وانا ماشي فيه الخط هذاك وفكرت فيه، معناها ما كانش سهل انه ناخذ الموقف هذاك لاني لازمني نفكر لاني مستقل، وكان لازمني ندرس مليح الموضوع ولازمني نعرف معناها شنو هي التحديات اللي على البلاد وشكون الوحيد اللي اليوم موجود وعنده ديجا نوع من الريزرفوار نتاع الاصوات ونتاع العباد ونتاع التوجهات وعنده الشجاعه والاقدام باش ينافس قيس سعيد في الانتخابات المقبله. من وجهه نظري هي عبير موسي، لكن لا علينا في الموضوع هذا، يعني انا نكون مع عبير موسي ولا ما نكونش مع عبير موسي، موقفي من افلاس الدوله معناها موقف قراءه اخرى، هذه قراءه سياسيه اقتصاديه. وللي ما يعرفش انا اقتصادي التكوين مرحله ثالثه، وحياتي كامله نسير في المؤسسات وسيرت مؤسسات عموميه مؤسسات خاصة وغير ذلك من أنواع المؤسسات. يعني كنت عضو مجلس اقتصادي لمدة 16 عام، أنا مجلس اقتصادي والاجتماعي. الملف الاقتصادي ما هوش غريب عليا وأنا ديما نبشر فيه، معناها نتسمى ديما نبشر فيه لأني نخدم في الميدان هذاك. المفيد وقت اللي نقولوا دولة مفلسة اقتصاديا، اش معناها؟ الدولة المفلسة اقتصاديا ما هيش كيما الشركة المفلسة اقتصاديا. الشركة لما تفلس اقتصاديا تبدا بروسيدور نتاع ما يسمى ديبو دو بيلان، ويتسمى عليها معناها مصفي ولا يقولوا قبل امين فلسة، وباش يحاول يبيع اش عندها من اصول ويصفي اللي ينجم من الديون، ثم بعد المحكمة على ضوء التمشي هذاك تعلن الفلسة وتسكر المؤسسة هذيك. واضح؟ احنا
احنا في دولة، الدولة ما تسكرش. يعني بشنو نقارنوها احنا؟ بشنو نقارنوها الدولة؟ انا مش نقارنها بعائلة، عائلة تونسية. تصوروا انتم اللي تحبوا، كل واحد يعرف تو يحط شكون تشبه الدولة هذه. عائلة تونسية اليوم اصبحت ما عندهاش باش تعيش كيما كانت تعيش سنوات التالي. عائلة ما في توصل سبعة ثمانية في الشهر ما عادش عندها فلوس. العائلة هذيك تموت، هي تموت، نزلوهم يدفنوهم. كيما تقعد تعيش وتقعد تاكل، ايش تاكل؟ تدبر اللي تدبر، تتسلف. فما البعض يبداوا يقلبوا ويشقلبوا، فما بعض يبيعوا حوايجهم، فما بعض يطلبوا ما عند عباد يعاونوهم. احنا في وضعيه العائله المفلسه، العائله التونسيه الفلس تعيش، تقعد تعيش يعني من الهواء تتنفس وتمشي وتجي وكذا تقعد، لكنها مفلسه. ودار بالفرنسويه ما نقولوش لفايت ايكونوميك، بل يقولوا لو كاو ايكونوميك، يعني دولة على ركيبها ساقطة، ساقطة على ركيبها، مش ساقطة المعنى الآخر. هذا هو المفلسة. سامحوني، لا سيساسيون دو بايمون، عدم إمكانية أنك تسدد ديونك وتسدد مشترياتك، مش فلس هذاك، شي تسمى هذاك، شي تسمى هذاك، رفاه مفلس هذاك. لما بابور يقعد بالشهر الداخل في البحر ما يدخلش لانه الدوله ما سددتش معناها الثمن مقابل المواد اللي جايبها البابور هذاك، وتقعد تستنى شهر تخليه باش يدخل البرد يفرغ، مش فلس هذاك. لما دوله عندها 250 دواء ما تنجمش تجيبه لتونس تدخله، وهما دويات لازمة، دي ميديكامون فيتو للناس مرضى عندهم أمراض مزمنة وأمراض خطيرة، مش فلس هذاك أنك ما تنجمش تشري الدواء. لما الدولة تاخذ قرض مؤخرا من السعودية باش تسدد به أجل حل نتاع قرض قديم، شنو يتسمى هذاك؟ أشنو يتسمى؟ تعاود ترجع لنفس المصدر، تاخذ ما عنده قرض باش تسدد به القرض اللي قبله، وتزيد تكبر الدين نتاعك معاك البلاد هذيك. شنو يتسمى هذاك؟ لما الصفوف موجوده على المواد الاساسيه، خاطر انت ما تنجمش تجيب المواد الاساسيه وتشريها، شنو يتسمى هذاك؟ الافلاس مش مسألة محاسبية كونتابل، مسألة اقتصادية، واللي ما يفرقش ما بين الاقتصاد والمحاسبة يلزمه يرجع يقرأ ويثبت أنه الاقتصاد الإيكونومي شيء والمحاسبة شيء آخر. المحاسبة هي عنصر من عناصر التصرف، لا جيستيون، هي الحسابات نتاع المعطيات المالية والمحاسبية بالأساس. أنك ما تقدرش تعمل اللي تحب تعمله باش تعيش بلادك وباش تنمي بلادك، وما عادش عندك حتى شيء كان أنك تحاول تتلفت للصلح الجزائي وتتلفت للفلوس المنهوبة وتتلفت يعني أنت ما عادش تدور في الاقتصاد وما عندكش دورة اقتصادية منتجة. وتنجم تكون يا سي مراد انت البلد الرابع في صناعه المكونات الكهربائيه والميكانيكيه، وشكون قال لا؟ احنا ما قلناش البلاد معناها انتهت، بيان سور ثم بعض العامل تمشي، وليزاندستري الكتريكي ميكانيك معروفه هي في القطاع الصناعي المصدر الاول نتاع التصدير التونسي. وعندنا كذلك سياحه، وعندنا توانسه يدخلوا فلوسهم اللي عايشين برا وكذا، ما قلناش احنا وفيها الهواء وتقص النفس، لكننا مفلسين اقتصاديا، بلاد مفلسه ما تنجم تعمل حتى شيء. ما تنجمش انت اليوم تحل، مش لازم بناء، عمليه ترميم كبيره نتاع سبيطار ولا توسعه نتاع سبيطار، ما تنجمش. نتاع مدارس قايله للسقوط، ما تنجمش. علاش؟ ما عندكش فلوس. هذا الإفلاس الاقتصادي.
تقول لي انت بعد معناها المورال وما المورال وطيح المورال نتاع التوانسة، هذاك خيار سياسي. فما عباد تحب تهز المورال تبدل الحقيقة، وفما عباد متلوش على المورال. انا واحد منهم ونحكي اش فما معطيات صارمة دقيقة ثابتة، معطيات اقتصادية وبالتالي سياسية، لان الاقتصاد هو اللي يعمل السياسة له، والسياسة تتفاعل مع الاقتصاد انها تهزه ولا تهبطه. السياسة تنجم تضر الاقتصاد لما ما تكونش معمولة بهنكة وبحكمة ومعناها بكفاءة، والاقتصاد ينجم يضر الدولة كامل لما ينهار ويكون ماهوش مسير بحكمة وهنكة وكفاءة. هذا اللي موجود في البلاد، صعبوهاش ياس. اقعدوا قولوا انتوما اللي كل شيء تمام والجو على الاخر وواحد. نكون انا مع عبير موسي مساندها، ولا نكون مع فلتان ولا علان، هذا ما يبدل شيء راهو. هذا معطيات. ثم باش نرجع كلمه في الاخر، عبير موسي، عبير موسي راهو مسانديها برشا ناس، ناس محترمين في البلاد وعندهم ما يقولوا، ناس معناها فاهمه المواضيع اللي تتحدث فيها، وناس تعرف الملفات اللي تتناولها وكل شيء. حبش نسمي انا العباد، ممكن عندكم سي حمادي بن جبلة، عندكم معز الجودي، عندكم سي عبد العزيز قاسم، برشا ناس، برشا عندكم مختار ابو بكر، برشا ناس حتى ماشي معلنه ذلك، ولكن مساندين عبير موسي، لان عبير موسي فاهمه ان الدوله هذه يلزمها كفاءات ويلزمها ناس تساندها وتعطيها الزاد اللي حاجتها به هي وحزبها، باش غدوه ينجموا يسيروا البلاد ويحلوا شراكه في تسيير البلاد واستشاره حول تسيير البلاد. وهذا انا ناكد لكم انه موجود في ذهنها، لكن كذلك هي تسعى الى انها ما تدخلش في بعض الامور الاخرى اللي فيها حسابات وتكبين ومحصات وكذا، وعندها موقف ما نجمو كان نحترموها عليه من الاسلام السياسي ومن الشعبويه هذه المفرطه. عندها موقف ما تحبش تقدم معاه وما تحبش تتعامل معاه. فما ناس مستعده باش تتعامل حتى مع الشيطان. ولكن هذا كما قلت من اول ما يبدلش الراي في الشان الاقتصادي، وفي ان تونس اليوم عندنا الحق باش نقولوا انها هي في وضعيه افلاس اقتصادي. ان كاو ايكونوميك. الى اللقاء.